يا ويلي شوف البيك بوس اهبله 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 البيك بوس اهبله البيك بوس شو يا طار يا شباب ورا الطار ورا الطار يلا ليتس جو ناري ناري البيك سمروا مع لي واحده بالعزوز مثل ما تحبوا ديش موسكي يعني. مثل ما تحبوا يلا نلعب نلعب اول روم اذا تحبوا تعيدوها مره ثانيه بنعيدها نشوف ويدي 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 على البيك بوس جايبين اثنين نفس السلاح اوه على القفزة كهو البيك بوس مكان لعبهم ورطة عنده أسرع من البوس البوس عنده دكاء دكاء فات ايو اتوقع ورطه بفكر هاي 1 بس 1 او طب يو على الخنق نيتو على الخنق شو البيك بوس شوف 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 اسمعك سيبه اعطاه هد اعطاه هد اعطاه هد والله ما بيخليه ما بيخليه يا ويلي شوف البيك بوس اهبله 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 البيك بوس اهبله البيك بوس شو يا طار يا شباب ورا الطار ورا الطار عارف على قصته لو تشوف اول مره شارك معنا في روم واحد اسمه ابو حسين فازت اهل الكلاس سكواد النهائي راحوا حلقوا له ثاني يوم عاملين بطوله مين دخل بالبطوله ابو حسين لا حسين قلنا شكله هذا حسين جاي ينتقم لابو حسين لابوه شوف دمجه 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 شوف 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 بطير شو سكر عليه بالثلج الف مبروك يا نايم وعزوز مبروك يا اساطير البيك بوس تطير رأسه يو طير الخوذة تقريبا يا ويلي يا ويلي ورط اعطاه هد اعطاه هد اعطاه هد شوف 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 ورطه يو حرام شوف البيك بوس بيعمل له مشية الضبع شوف المفروض يطلع له على الحديده الصفراء يجيبه من فوق مثل ما بيعمل البيك بوس يطير له يا ويلي يا شباب على المنطب شوف بنيله حياط كيف
مسوي له حيط. تعرف ليش؟ عشان لما يكسر بسكايل على ذاك ما يعرف اي تلج. ايوه ما بيعرف اي تلج يكسر. يا ويل الغباته. شبت شبت طلع له واحد بيطير بيطير بيج بوس. شوف قاعد يحاول يطير. بده يطير. شوف شوف يو على الونطب على 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 الشط. رحب علوش رحب شرشبيلو الغالي. والله والله ابو خالد الورده. شوف 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 رحب بند القنبره. يو شوف 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 دمجوا دمجوا شوف والله ما بيتركوا والله ما بيتركوا والله ما بيتركوا. شوف كيف يركض. شوف خلاص قالك عبى دمه. بدي يسكر عليه بالزون. بدي يسكر عليه. فرمو فرمو. ايوه عشان بيجيب لك نعمل فيه مداد هيك بالقلم العريض. يا ويلي على البيج بوس. اعطاه هيتشوت اعطاه هيتشوت. شو شو كان بده يروح بالاول بعدين اتذكر انه اعطاه هيتشوت. شوف خلص انت شوف 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 هلا كيف يتركه. مستحيل يتركه. مستحيل مستحيل. وين هداك؟ ورا الصناديق. ورا الصناديق. تو على الونطب محمد. يا شباب. يا الونطب اللي والله اثنين. هذا بده يجيب ونطب وهذاك بده يقتله. هذاك بده واحد بفكر كيف يخنق الثاني واحد بفكر كيف يعطي للثاني ونطب. طيب. اثنين دمجوا بعض. قريبة. بس البيج ما والله لو دمجت ما دمجت يا بوش. خنق اولا. لا تعبي لا تعبي لا تعبي خلاص دمك كل. اي دم ببلاش. الزون عند البيج بوس ها؟ شلون بيساوي ورطة؟ راح يلف لهم هناك. اوه والله البيج عارف عارف كل التحركات عارف راح يلف من هناك. يا ورطة دمه 8 بيقول له على مين يا بوس؟ يوووو البيج بوس. ايوه ربي يا محمد هذيك ايام الطيبين علي. ايه والله. يا شوف شوف لا لا البيج بوس ضيع الطلقات. الاثنين ضيعوا والله. شوف 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 بدي يجيبه من بين الصناديق. شوف مقصود اثنين شغل البربرة عندهم. دمجوا 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 البيج بوس. شوف 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 يا ويل شو ما اسرعوا بالتكسير. شو السرعه الثانيه. هذا بياخذ مكان هذا وهذا بياخذ مكان هذا. شوف شوف 6 6 6 6 6 6 ول 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 لا كرة القدم قالوا راح يلعبوا ماتش الأردن والمغرب ضد بعض. أي علي أبا عارف عم بقول لك الماتش كله عربية. السعودية سوريا الأردن المغرب تونس العراق مين كمان البحرين الجزائر. أيوة يعني بطولة كاملة اسمها بطولة العرب. يعني مش مباراة واحدة راح يلعبوا بطولة. لا بطولة لا يعني بكرة أربع مباريات يعني. والله والله بكرة أربعة وبعد بكرة أربعة. شو البيج بوس البيج بوس. شو 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 أعطاه هيتشوت أعطاه هيتشوت. والله ما بيتركوا والله ما بيتركوا ما 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 بيسيبوا خلاص خلاص.
والله نصيبك ضل تلعب ضد بيج بوس يا خالد، والله طلع نصيبك تلعب ضد بيج بوس. والله يا خالد برأيي تقفل البي سي وروح نام بكره عندك مدرسة. ما تتشرشح.